الاسم ديالك الصيفة؟ اسمي شي مهدي حنيف، ولد كازانا، وجيت المحمدي عند دار خالي. واحد الفرح من نهار الخميس جاي في الطريق في الباراج ديال المصباحية، شدوني بقاو عندي مخالف. ها جيب موطور دراجة نارية، شدوني باراج، داروا معايا كونترول، بقاو عندي مخالفة، يعني ما عنديش شهادة الملكية، موطور في سميتي، كلشي في سميتي. قالوا لي خاصك، المهم قالوا لي خاصك دير المسطرة ديالك. صافي مشيت باش نقاد الوراق ديالي، نرد شهادة الملكية في سميتي. خاصني نجيب دي باناج، ناخذ الانتداب من الدائرة واحد، ونجي لهنايا ناخذ الموتور ديالي وندير كازا، يديروا لي لا فيزيش ويردونا عاد يسلموه ليا. هادشي اللي كنت غادي بيه، الموتور مجدود ليا من الخميس. ماذا بيا كنجي انا للدري الصباح بدي باناج، تلقى الموتور ما كاينش في الفوريه. كنسول فين هو موتوري، وقلب كيقول غير قلب، راه كاين هنا. قلبت بقى كونتاك هو عندي، كنشك في شي موتور كندير فيه الكونتاك والو، ما لقيتش الموتور ديالي. قلت ليه شناهو؟ قال لي راه موتورك ما كاينش. مني عاود سولت، ياك دخل عليهم شفاره نهار، هادشي اللي كيقولوا نهار الجمعه بالسيوفه. العساس ياك دخلوا عليهم بالسيوفه، واش عساس؟ المهم الله اعلم. واش اخبار متناقضه، ما نتهموش شي واحد. صافي واحد اش كيقول؟ مني طرا داكشي، هبطت انا ولدي باناج. قال لي راه ديما كيطرا هادشي. قال لي راه ماشي اول مره، هي ماشي اول مره. مني هبطت الدائره اللي في مشدود لي عندهم الدوسي، قال لي سير اخويا ديكلاري في الكاتريام. مني مشيت للكاتريام ديكلاري، قال لي راه انت تقريبا هو انت هو الضحيه رقم 10. عشرت المطار اللي تسرقوا، هادشي اللي قالوا، هادشي اللي قالوا. صافي مني مشيت، قال لي سير تفع الوكيل جلاله الملك في المحكمه. مشيت باش فاش ندفع الشكايه، مشيت باش ندفع الشكايه. قال لي خاصك تبدل واحد المقوله. صافي هادشي اللي غندير ان شاء الله. وتشي راني تكرمت موطور، ما يمكنش انا حاطه في الفوريان ويجي يشفروه، راه ما يمكنش. على اساس ربما فرح حتى ولي شي فرح ما مكتملش. انت دابا لما كتحمل مسؤوليه وكت اللي كاينين هنايا، اللي كاينين هنا، اللي مكلفين هنايا هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. اما رجال السلطه خدموا معايا داكشي قانوني، عطاوني ورقيه قانوني. صافي انت بالضبط دخلتي الموطور نهار الخميس مع ربعة العشيه. نهار الخميس 19 نهار واحد هاد الخميس. سيمانه دابا يلا السيام باقي ما كاملش سمين. شي اليوم باش تخرجوا؟ جيت اليوم، جيت الصباح. الصباح اكتشفت هادشي الصباح، جيت باش نخرجوا ما لقيتوش. قلبش عليه الدار، قلبت انا وعاود عاوتاني يلا دخل دابا عاوتاني قلبنا غدا باش نقطعوش. انا والدري ديال الديباناج اللي غادي ليا بالموطور اللي باغي يدي ليا الكازا، قال لي اخويا، قال لي ما عليك ما تبع القانون، الدراري غيوريك شنو دير. صافي داكشي اللي غادي بيه دابايا. واش لقيتي غير هو بوحدو ولا مولا بصح؟ لا قال لي ربعه الماطر هنايا، قال لي ربعه الماطر هنايا، ربعه الماطر اللي ماشيين دابا. انا قالوا ربعه، ومن مشينا للدائره باش نوضعوا الشكايه قلنا انتم الشكايه رقم 10. قال لي خاصك تمشي للمحكمه تدفعها. ملي هبطنا للمحكمه نحطوا الشكايه لقينا حنا الرابعين. حنا هادشي ما فهمناش. المهم حنا ما حنا هاد العشره اللي الضحايا، يلاه ربعه اللي داروا الشكايه في المحكمه، وعشرة اللي باقي الاخرين، باقي الناس ما كملوش المسطره ديالو. المهم حنا كناجدوا الناس اللي فايت واقع عليهم هذا المشكل، يهضروا على حقهم باش هذا المشكل ما يبقاوش يعاود يتكرر، باش هذا المحجز البلدي دار لي حل. لانه مني كتبغي تخرج الموطور كتخلص، من هنا راه واحد الحيط اجي وخرج. مني كتجي لهنايا كتبغي تخرج الموطور كتخلص الواجب 10 دراهم نهار، راه ما كيزقلوكش فيها. دي باناج كتخلصها، تاديتي الواجب ما اديناش فيه. فين هو الموتور باش غتعدي الواجب؟ راه مول دي باناج مني ما لقيناش الموتور تعاطف معانا، راه كنا مفاهمين معاه في الثمن باش غنديو الكازا. كاين الاساس هنا، كاين راه كاينين الناس تما، ما عرفناش شكون الاساس، ما عرفناش من شنو الدور ديال الاساس هذا. والله ما عارفين اخويا، حنا ما عارفينش، حنا درنا هذا الشيء باش يدار حل، باش نعرفوا المجلس البلدي شكون المسؤول، باش حنا ما نبقاش هذا الشيء يزيد يكثر. الناس كيمشيو للمطار المزياني، المطار لافيري، راه ما كيقريسهم حتى واحد. موطور باقي معمر، كبت لي البلاك هذا اللي مشى، راه شاريه هويا من عند الصديق ديالو، شاريه ب 11000 درهم. ايوا راه ما يمكنش. مليون مشات لك. راه واخا يكون غاب 1000 درهم راه ما خاصوش تضيع فيه، راه ان مشى لك انت عند بالك، راه ما كان مؤمن. ماشي مشى لك من الزنقه ولا حاطه قدام قهوه غتقول راه مشى غادي تكمدها وتسكت. انت مشى لك هنا وكتجري، والله العظيم الا من نهار الجمعه وحنا كنجريو باش نقادوا ليه الوريقات ديالو. في الاخر جينا ما لقيناش، لقينا السبت بحال ما كايناش، جينا ما لقيناش. عرفتي راه صدمه، راه والله الا وهو خدام به ليفرور، مره كيخدم به من هنا، مره كيخدم كورشي، مره ليفرور. المهم هذاك الموطور كيحارب به البطاله، ما يمكنش
يجي يضيع فيها هكاك، وحنا راه غنتبعوا الاجراءات القانونيه حتى الاخر، حنا غنعرفوا باش هذا المشكل باش هذا المشكل ما يتكررش في شي واحد. دابا غيولي لا تشد لي شي واحد الموطور، ما عرفنا واش بيناتهم ولا مافيا بيناتهم. ما شوف شوف اخويا، حنا ما نتهموا حتى شي واحد، حنا بغينا العداله تقوم. انا بغيت حقي وصافي. تفتح تحقيق، رجال الامن يديروا تحقيق. حنا هذا المصلحه ديال المواطن، راه بنادم ملي كيشدو بوليسي ما دايرش كاسك ولا شي حاجه، رجل الامن كيعيط على الديباناج، الديباناج كتجيبو هنا كيخلص الواجبات ديالو، خاصو يجي هنا يلقى موطورو، ماشي يبقى حاضر. راه هذا الشيء غيولي بنادم يخاف لي تشد ليه الموطور كاع ولا شي حاجه. انكم دخلتوا لداخل، كي دايره الاجواء لداخل؟ واش كيبان لكم؟ اش غنقول لك؟ روينه. روينه شحال من الموطور بان لنا؟ روينه روينه روينه. هذاك الشيء كثير، داك الشيء كثير، داك الشيء كثير. كيفاش قلتوا؟ شحال من الموطور بان لنا مفرتك؟ فرتكين كيبقى ما فهمناش والله، ما مفهوم داك الشيء. الكاروسري خلطين ماطر مع طونوبيلات مع بشكليطات مع كرارس مع داك الشيء مرون مع فلوكات، ما يمكن يدير شي حراقه، داك الشيء مرون لداخل مرون، ما ماشي ما كاينش نظام. هذا الشيء يلاه مجدود، هذا الشيء مجدود البارح، داك الشيء بالترقيم كتمشي ما كاين والو. داك الشيء خاص، وداك الشيء اللي فرطوا فيه هما اللي خاصو يتحيد، يتباع في المزاد العناني، يبقى جديد حتى تيقدام وعاوتاني يتباعوا. المسطره كما كتجري في كاع المدن كتكون على المطار. دابا هنا السيد قال لك هذا راه هذا الشيء راه قال لك مجموع ديال 6 سنين، دابا ما عمره ما تباع، هذا الشيء قديم. حنا ما كيهمناش هذا الشيء وما خدمتهم، حنا كيهمنا الموطور ديالنا ما نضيعوش فيه، وإلا مشى نشوفوا شكون اللي مسؤول، شوفوا شكون اللي مسؤول. وحنا راه غنديروا شي حاجه، انا من حنا راه عند الناس اللي مسؤوله ب ما شوف مشينا الموظف ديال النهار كيقول لك انا ما كنكونش بالليل. دابا هذاك الشيء الا وقعت شي حاجه وقعت بالليل، دابا شي كيسب لك شي ما عارفينش شكون اللي كيكون بالليل، ما عرفناش حنا، ما عارفين شكون اللي كيكون بالليل. حنا غادي نديروا الاجراءات ديالنا شي كاين الوكيل الملك، وغنتبعوا داك الشيء العداله تنشوفوا اشنو غادي يوقع. والهدف من هذا الشيء كامل هو يدار حل لهذا المحجز، الناس اللي خدامين يعرفوا شكون المسؤول، باش الا وقعت شي حاجه نمشيو ليه ديريكت. السيد انت صافي، ما كيخرج بنادم كيتشونج العساس، ما كيديروا لا بوانتاج، ما كيعرفوا شحال من موطور بيت، شحال من موطور صباح كيجي لاخر، كذلك شي كيبدي له حق الشيء، شي كيسبب شي. ايوا راه شكون الضحيه هو المواطن. دابا قال لكم ان راه فايت هادشي تسرق تقريبا، فايت واقع شي تسرق دقه واحده ولا ما عندناش فكره. نقول لك حنا دابا، حنا دابا السيمانه باش وقع لينا هذا الموطور باش تشد، ما عرفناش اش من النار اللي مشى فيه. اذا غير الشيء كاين اللي استقبلوا اليوم هادي راه دونك لا، هذا الشكايه اللي مشينا للدائره قالوا لنا انتم العاشرين، لكن مني جيت هنايا قال لي انت هو الرابع اللي مشى لك موطور من هنا، من هنا من الجمعه لدابا، من الجمعه لدابا. اذا واش هادشي ما حنا واخا يكون غير واحد ما راه حق الراس. جيت الصباح لقيت حر راس، عطيتهم الانتداب باش ناخذ موطوري، قال لي قلب عليه. قلت له قلت لي انت اللي مكلف زعما، انا هو قلب عليه. قلت لي انت اللي مكلف راه خاصك توريني موطور، قلت لي راه بزاف ديال الماطر. قال لي قلب، وليت انا نقلب هو يقلب موطور اللي نشك فيه ندير فيه الكونتاكت موطور اللي والو ما كاينش. وصافي حتى صافي قلت صافي قلت الامان، قلت شي قلت الامان صافي، ولا لا بكيت وحق الله طالي الدم. طبيعه الحال ربما ما كاينش دابا اللي غادي يعوضك حاليا، لا ما كاينش اللي غيعاودني والله، ما غاديش تفكوا راه غادي هو كلشي قدر الله وما شاء فعل، ولكن حقنا غادي نتبعوا. السيد ما عليه والو، السيد عدا المسطره ديالو، ما كاينش شي حاجه اللي صافي، لا الوريقات عنده. قال لي الاجراء الاخر جا ما نقاش الموطور، كيفاش الله اعلم، علامة استفهام. الورقه بانه دخل المحجز عندك؟ لا ما عنديش في الدائره. مني انتداب عطاوه ليه؟ مني مول ديباناج ما كيعطيوش لك انت، كيعطيو انتداب الامن كيعطيو المول ديباناج باش كيتهز الموطور، كيبقى في العهده ديال مول ديباناج. مول ديباناج كياخذ انتداب بسميتك انت وسميت موطورك، كيجي معاك هنا كيهز الموطور كيدي لك لا فيزيت، كيدي لك لا فيزيت، ولكن انت اللي كتخلص ديباناج، انت اللي كتنيكوسي مع مول ديباناج. مني جا مول ديباناج ما لقيناش الموطور، رجع الانتداب للامن. ومن ديباناج كي ضيع سينار ضيعنا ليه وكاك، تعاطف مع السيد المهم راه ما تخلصش من عندك. باش غيديو ديباناج راه 800 درهم، 800 حنا نقص لينا شويه وصافي 10000 ريال باش كيديو، راه غيديك العين الشق ويجيب علي روتور، علي روتور خاصو هو يحضر العمليه باش يدير. صراحه بقيت فيه وتعاطف معايا ودار معايا مزيان، مشى معايا مزيان. الساعة ملي جينا ما لقيناش الموطور، راه تا هو رجع الانتداب للدائرة واحد، قال لي سير خويا، قلنا تبعوا المسطرة وهضروا على حقكم، راه ماشي نتوما أول واحد. إذا شنو هي الرسالة ديالكم اللي توجهوها الآن، الميساج اللي تبغوا توجهوه؟ الرسالة ديالي أنه هو يدار حل هذا الشيء، هذا الشيء ما يبقاش يوقع. ما بغيتش نكون أنا من ورايا يوقعوا ضحايا بحالي،
بغيت انا وناخذ التعويضات ديالي انا ما غنسكتش على موطوري حيت هذاك هو المكسب الرزق ديالي وصافي. نتمنوا الخير. شكرا.